ارتفاع على درجات الحرارة وطقس دافئ في أغلب المناطق بمشيئة الله وأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. تتأثر المملكة بكتلة هوائية دافئة قادمة من الصحراء الإفريقية، وكما نشاهد هنا في التفاصيل من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، تطرأ ارتفاعات على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشمالية الوسطى خلال يوم الجمعة، على أن تمتد هذه الارتفاعات يوم السبت إلى المناطق الوسطى بمشيئة الله، لتكون الأجواء والدرجات الحرارة أدفأ بكثير من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أيضا أن يكون هنالك بعض الفرص لزخات من الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية بمشيئة الله. أما في هذه الليلة وفي العاصمة الرياض هنالك غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض يوم الجمعة والسبت والأحد ارتفاعات تدريجية بسيطة على درجات الحرارة ما بين 30-31 إلى 32 درجة مئوية في ساعات النهار، وأيضا ارتفاعات بسيطة على درجات الحرارة ما بين 20 إلى 22 يوم السبت، على أن تنخفض بشكل بسيط إلى 21 درجة مئوية يوم الأحد في العاصمة الرياض. ومن العاصمة الرياض إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد: في سكاكا من 32 إلى 15، في عرعر من 31 إلى 15، وفي تبوك من 31 إلى 14 درجة مئوية في ساعات المساء، وأجواء مشمسة في جميع المناطق. في مكة المكرمة فرص لزخات أمطار رعدية من 36 إلى 24، في الطائف كذلك الأمر من 26 إلى 17، في المدينة المنورة 32 إلى 22، وفي جدة من 34 إلى 24 درجة مئوية مع أجواء مشمسة. في أبها فرص لزخات أمطار رعدية أيضا من 22 إلى 14، في الباحة من 23 إلى 17، وأخيرا في جازان غيوم متفرقة من 29 إلى 27 درجة مئوية في ساعات المساء. في الدمام 27 إلى 18، في الإحساء 29 إلى 18، وفي حفر الباطن من 29 إلى 20 درجة مئوية. أخيرا في العاصمة الرياض 30 إلى 20 درجة، في بريدة 32 إلى 21، وأخيرا في حائل من 29 إلى 19 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.